بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه، ولا حول ولا قوه الا بالله. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. ولماذا ولا حول ولا قوه الا بالله؟ لانك انت امام امر واقع دلوقتي، يعني انت هتستمر في اجراءات التقاضي بتاعتك، في بعض المشاكل يعني جاري حلها، لكن ما هوش الحل النموذجي اللي احنا نتمناه. الحل النموذجي اللي كنا نتمناه ان المسابقه تخلص قبل كاس الامم. قبل كاس الامم. طيب اما واننا دخلنا كاس الامم وخلاص الماتش الودين وبعدين كاس الامم، لان لو ان هناك اراده من البدايه ان الدوري ده كان ينتظم، كان على الاقل الاهلي لعب المقاولين والزمالك لعب الانتاج والاسماعيلي، وكان يبقى المشكله كلها في ماتش الاهلي والزمالك يتلعب من غير الدوليين ولا يستنى بالدوليين للاخر. لو اتعمل هذا كنا وصلنا الى مرحله حسن النوايا، وان احنا كان ممكن نبقى يعني كلنا بنسعى الى حلول، لان طبعا ما من شك ان وضع شاذ جدا ان المسابقه تكتمل بعد، لان او ظروف جديده واوضاع جديده وحوافز جديده، وديك شايف الفرق طلعت لعبتها، اللي غير مدربين والعارات هتخلص يعني في العديد من المشاكل. كل الاطراف مش هتبقى سعيده باي حل.